بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الليلة من ليالي حقوقنا والتي نستكمل فيها ما كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي بالحديث عن حماية الأوقاف. تحدث ضيفنا الكريم عن أهم النقاط التي من خلالها يمكن أن نتأكد ونطمئن إلى أن أوقافنا بإذن الله عز وجل ستكون محمية. بعد الحلقة ورد الكثير من التساؤلات، يقولون كيف نوقف، كيف نكتب صياغة الوقف، أين نوثق هذه الأوقاف؟ بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة نجيب عن هذه التساؤلات، بداية من أول حرف في وثيقة الوقف إلى آخرها، إلى توثيقها، إلى حمايتها بعد ذلك بإذن الله عز وجل. أستضيف لكم مرة أخرى هنا سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلطان بالخرج والأمين العام لمركز استثمار المستقبل، وهو مركز متخصص في الأوقاف والوصايا. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فأهلا ومرحبا بك. مرحبا بك مرة أخرى، الله يحييك. سلام، ترحيب موصول لكم أيها الأحبة. إذا حديثنا سيكون عن حماية الأوقاف وبالتحديد عن صياغة وثائق الوقف بإذن الله عز وجل. من خلال الحديث سيكون هناك موقع خاص بالمركز يمكن الدخول إليه ومراجعة صيغة الوقف والتصرف فيها والتعديل كما تشاء. أيضا ممكن أن تقدم خدمات لاحقة بعد ذلك. أستاذ الكريم، في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن أوجه حماية الأوقاف، وأثيرت قضية مهمة جدا، أن الوقف عبر التاريخ الإسلامي لم يرتبط بالدول، سقطت كثير من الدول ولا زال الوقف وثقافة الوقف موجودة وأنها مرتبطة بالأمة. لو نعلق على هذه القضية مرة أخرى، أيضا نشير إلى الدور الذي تقدمها الأوقاف من خلال كمؤسسة اجتماعية داخل المجتمعات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه، أفضل الصلاة وزكي التسليم. مرة أخرى أشكر لك الله دكتور استضافتك. يعني مثل ما تفضلت، موضوع الارتباط وكونه يعني من علامات ومفاخر هذا الدين العظيم، يعني الأوقاف ارتبطت بالمؤسسات المجتمع، يعني والأصح أن نقول المجتمع الإسلامي، ونتجاوز العبارة التي يطلقها الكثير مؤسسات المجتمع المدني، وهي عبارة الحقيقة لنا عليها تحفظ كبير، وإنما هو مجتمع إسلامي، لأن الإسلام دولة كاملة وليس مجتمع مدني. طبعا هذا وجه من أوجه الحقيقة التغريب، لأن المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني عبارة من العبارات التي حدثت أخذت من الغرب ونقلت إلينا يعني غثها وسمينها، وإلا هي الحقيقة طبعا هو وجه من أوجه العلمانية لفصل الدين عن الدولة، وأن مؤسسات المجتمع المدني تتحكم. إذا نتفق أن الوقف من مؤسسات المجتمع الإسلامي طيب. ليس مدني، لأن لو جانا أحد وقال مجتمعات المدني قال نلغي الوقف، صحيح، بناء على هذه الديمقراطية كما يسمى يلغى الوقف، لكن نحن نقول إن الحكم إلا لله. فالوقف ارتبط بهذه الشعائر بقوة، وهو يعني يمثل مؤسسة من أهم مؤسسات، بل الميزة فيها أن مؤسسات المجتمع الإسلامي أن ابتداءه، تأسيسه، إقامته يعني مرتبطة بإرادة الإنسان، صحيح، وليس مرتبطة بإرادة أي جهة أخرى في الدولة وغير ذلك. المجتمعات يعني المؤسسات في الدولة لابد من أخذ إذن، وهذا صحيح، يعني لا يمكن أن تقوم مؤسسة إلا عن طريق التصريح لها، طبيعي جدا، هذا صحيح بحكم الولاية الدولة. طيب، لكن الوقف لا مرتبط، يعني ارتباط، شوف لما كانت الأمة مرتبطة بالوقف وكانت على قوتها، شوف ذكر الأستاذ محمد عمارة قصة جميلة الحقيقة تبين لنا أهمية ارتباط الأمة بالوقف وليس ارتباطه بالمجتمع بالمؤسسات الأخرى. يقول، يذكر عن الإمام محمد عبده شيخ مشايخ مصر، يقول أن يعني جاءت الحملة الفرنسية المشهورة نابليون بونابرت عام 1213 واحتلت مصر، طبعا سقطت الدولة، صحيح، فاحتلت مصر، قاومت الأمة بعلمائها بتجارها بمؤسساتها، قاومت المحتل حتى هرب نابليون كما هو مشهور، هرب ليلا من الإسكندرية، فانتصرت الأمة بعد سقوط الدولة. ما الذي أقام هذه الأمة؟ كانت الأمة تقوم على أوقاف ترفدها. سبحان الله، بعد 80 سنة، هذا الكلام الأول 1213، لما جاء محمد علي باشا يعني بتحديثات الدولة التي فعلها وألغى جوانب كبيرة من الأوقاف، وجاء المحتل الإنجليزي عام 1299، شوف لا زال في القرن لكن 80 سنة تقريبا أو أقل من ذلك، 1299 جاء المحتل الإنجليزي، سقطت الدولة، ليست هناك مقاومة، انتهت القصة وانتهت القضية بسقوط الدولة. لم يكن هناك علماء، لم تكن هناك روابط تجار، روابط مؤسسات التي كانت تقوم. طيب،
دكتور إذا سمحت لي نعود إلى موضوعنا فيما يتعلق بوثيقة الوقف. يعني في الحلقة الماضية كنا قد قدمنا يعني العديد من الطمأنة لمن يريد أن يوقف أمواله، أنك تستطيع بإذن الله عز وجل أن تحمي وقفك من خلال صياغة الوقف. لا. وثيقة الوقف تعتبر مهمة جدا، أنتم في مركز استثمار مستقبل تقدمون هذه الخدمة، إذا من نصائح توجهها حول هذه الوثيقة، بداية ما هي الأعيان التي يمكن أن يوقفها؟ المشهور عند الناس اليوم أني أوقف عقار أو أوقف قطعة أرض فقط. هو الحقيقة الله يسلمك هي ظاهرة الحقيقة ويسلم جميع المشاهدين، ظاهرة انتشرت في المجتمع وخاصة في بلادنا حرسها الله، يعني وجود مستشارين سواء بأشخاص كقضاة أو طلاب علم أو مراكز دراسات أو محامين حتى تخصصوا في هذه التخصص، لأن كان إلى وقت قريب كانت الأوقاف تحرر بصفة أو بطريقة بسيطة، يعني كانت عبارة عن سطر أو سطرين، أني أوقفت نصف مالي ربع مالي، أوقفت هذه الأعيان في وجوه البر على يد الصالح من أولادي، وكانت بعض الأوقاف يعني ضخمة أو تضخمت فيما بعد. هذه عبارة قد تكون سبب في ضياع الأوقاف، يعني لا شك، يعني توقف بعض الأوقاف على حجة وعلى أضحية وعلى يعني يحدثنا الشيخ عبد الله المطلق، وهو يعني من هو في موضوع الفتية ومعرفة الناس ومخالطتهم، يقول وقف من الأوقاف جعل فقط على أضحية، مع تطور الوقت وثمن وكذا صار ريع الوقف 15 مليون ما شاء الله، 15 مليون والمصارف محددة أضحية فقط بألف 2000 ريال. طيب هنا إشكالية طبعا، لأنها إذا كانت المصارف لم تحدد بتحديد فيه اتساع مع مرون يعني مرن مع ضبط، هنا قد يتعطل الوقف. صحيح. يعني قد يرجع إلى بيت المال، قد يتوقف، قد يكون شيخنا البعض ممكن يتساءل الآن يقول طلع الأضحية هذه اللي يمكن ما تكلف 2000 ريال والبقية أصرفها في أوجه البر، هو إذا لم يحدد المشكلة الواقف ولم يجعل مصارف ولم يجعل مآلات ولم يجعل، لأن بعض الواقفين شوف بعض الأوقاف أوقفت في زمن ما يدري، يعني بعض البلدان في شمال الرياض مثلا أو جنوب الرياض وكذا كانت يعني هي في قلب المكان ثم زالت المدينة كاملة ومحت آثارها. صحيح. والوقف بقي متعطلة لأن نص على مصرف من المصارف زال هذا المصرف. لكن هل الوقف خاص بالعقارات فقط ولا ممكن يوقف أي شيء؟ لا طبعا، لا طبعا، ولله الحمد يعني مع نمو هذه الثقافة ومشاركات مثل القنوات الفاضلة والهادفة يعني انتشر عند الناس تغير الفكر. لا ممتاز. الآن يصح، هو الصحيح أنه يصح كل وقف كل ما يملك، شوف هذه قاعدة ممتاز، يصح وقف كل ما يملك. طبعا بعض الفقهاء قالوا ما يصح وقف المنقول، لكن الصحيح أنه حتى المنقول يوقف. النقود في خلاف، لكن أجازها يعني مجمع الفقه الإسلامي وغيره أجاز وقف حتى النقود. صح. الآن لما جاءتنا المحافظ والأسهم والشركات، يعني الآن دكتور كثير من الناس يقول أنا والله ما أملك مليارات ولا أملك مئة ملايين، أنا يعني أملك مئة الألوف أو أملك مثلا 20 أو 30 ألف أو أملك 200 ريال ولا 1000 ريال، ولا أنا أريد أن أشارك في الوقف، كيف أشارك؟ هذا سؤال يرد كثيرا كثيرا. الآن لما جاءت هذه الأوجه الجديدة والطرق، مثلا الوقف النقود محفظة ويتفق عليها أسرة من الأسر أو بيت من البيوت أو حارة أو مسجد أوقفوا ثم كل يعني يودع ما استطاع لو كان شيئا يسيرا. صحيح. فتنوع الأعيان الموقوفة الحقيقة يعني الآن العمل عليه في محاكم المملكة العربية السعودية، تثبت يعني أوقاف العقارات، تثبت أوقاف المنقولات، الأسهم، الأموال، بل الحسابات البنكية، أن حسابي يعني صاحب أو ذا الرقم كذا كذا أوقفته بما فيه، ويثبت ويستخرج عليها وثيقة وقف ولله الحمد. دكتور يعتبر يعني مهم جدا في وثيقة الأوقاف هو تحديد العين ووصفها وصفا كاملا. خلينا نتجاوز القضية هذه، من المشاكل وأنت يمكن لمستوها في المركز قضية المصارف، إذا من نصائح محددة هل تكون في التشغيل أو في الصيانة، كيف يحدد المصرف؟ يعني هو المحافظة على أصل الوقف هي يعني هي الأساس. صحيح. يعني وهو كما يعني في عرف التجار ورجال الأعمال اللي هو الحفاظ على رأس المال. صحيح. يعني أن يجعل في أول المصارف صيانة الوقف. ممتاز. ويعني إصلاح ما فسد منه، يجعل من مصارف الوقف، هذه نقطة مهمة. أيوة. يجعل من مصارف الوقف استثمار جزء معين محدد، يحدد الجزء نسبة معينة. ممكن. يحدد مثلا 10% 20 50%، لا يعني طيب. ما ننصح أنه يتجاوز أكثر من هكذا، لأنه هو الوقف للصرف وليس للاستثمار. والبقية، لكن لماذا نقول استثمار؟ لأن الوقف إذا لم يتقدم تقادم. صحيح. أي شيء إذا لم يطور، فبعض الأعيان الوقفية كانت يعني مر على أحد الواقفين عمره 80 سنة ويحدثني عن الرياض سابقا،
لما كانت في دخنة والمرقب ويقول عندنا أوقاف لأجدادنا، هو رجل مشهور ومعروف بتاريخ أسرته، يقول كان لنا أعيان وقفية، بس يعني على يعني من الفهم الذي يفهمه البعض أن الوقف لا يغير لا يبدل وهو يستطيع نقله. صحيح. أبقوها في الرياض قديما، يقول كانت تسوى قيام عالية ثم نزلت الآن صارت قيمتها السوقية قليلة جدا، ومتوقع أن بعد فترة أيضا تكون عدم نقل أو غياب الاستثمار كان سبب مهم. نقل العين الوقفية ما نأخذ يعني أصلها ونبيعها ونأخذ أصلها ونتصرف فيها ما يجوز، لكن نأخذ العين وهذا الذي يحافظ عليه القضاء. القاضي الآن ما يسمح لك أنك تبيع العين إلا إذا وجدت عينا بديل أفضل منها أو مثلها. صحيح. ثم ينقلها. طبعا القضاء ولله الحمد في المملكة، يمكن هذا هاجس يعني كثير من الناس، القضاء ولله الحمد في المملكة تطور في الأونة الأخيرة في باب الأوقاف. أنا يعني أتكلم في باب الأوقاف، تطور كامل أو كبير جدا، خلنا يعني ما نصير مبالغين نقول كبير جدا، ونؤمل إن شاء الله خاصة مع يعني وجود وزير العدل جزاه الله خير متفهم وعنده نظرة استراتيجية بعيدة والاستفادة من يعني المؤسسات المجتمع كلها وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص. الآن دكتور إذا سمحت لي، هنا قضية مهمة جدا للواقفين، يقول أنا أروح إلى المحكمة، القاضي فيه الخير والبركة بيعدل، لكن الإشكالية هل يمكن أني أمر على جهة أو أجد مكتب متخصص داخل المحكمة يراجع لي الوصية الوثيقة عفوا، أو يصوغ لي الوثيقة من البداية؟ هذا توجه الوزارة الآن. ممتاز. أنا أعرف الآن أن الوزارة توجهت إلى الشراكة مع الجهات المراكز، بعض مراكز الدراسات الوقفية، والآن يعني ستفتح في كل محاكم الدوائر الأحوال الشخصية أو دوائر الأوقاف. ممتاز. مكاتب متخصصة بمراجعة الوثائق الأوقاف، يعمل فيها مستشارين ثم تعرض على القاضي لمراجعتها، وهذا يسهل على القاضي يسهل على الواقف، لأن الواقف له تطلعات له طموحات له أسئلة، القاضي عنده نزاعات ومرافعات وإنهاءات، فما يمكن. وهذا الحقيقة من التسهيلات المهمة. كان الوقف في زمن من الأزمان إلى وقت قريب يعني كان يمكن يستغرق شهر شهرين ثلاثة حتى ينتهي الوثيقة، الآن ولله الحمد الآن حتى قبل افتتاح هذه المكاتب تستغرق أحيانا وثيقة الوقف أيام، بل بعض الوثائق انتهت في يومها من القاضي. طيب انت اشرت الى انه المصارف جزء للصيانة والتشغيل الصيانة وجزء للاستثمار وجزء مهم جدا. أيوة. لمكافأة النظار. ممتاز. الناظر لابد ان نتعامل معه على انه موظف. صحيح. يأخذ ليحاسب، لكن تعطيه مكافأة ثابتة ولا تخلي جزء من الريع بحيث يشتغل؟ طبعا هو يمن الريع. طبعا هو كما يرى الواقف، الواقف لو قال يصرف له شرط الواقف أبد يعمل به كنص الشارع يعمل به. لكن الناس يعني في العموم الذي خاصة يستشيرون هم يعملون غالبا في نسبة محددة، فلما تجعل لها نسبة تقول 10% أو 5% حسب عدد الوقف وحجمه. طيب. الناظر هنا كلما زاد ريع الوقف زادت نسبة أجرته، وهذا مما يحفزه، ونحن نقول ممتاز ما دام كنت ستزيد الريع يعني لك. طيب. أن بقية الريع هل ترى أنه يقف على ذريته أو على أوجه البر؟ لا طبعا هو حسب يعني نظر الواقف يعني. أيوة. في البداية، لكن طبعا إذا كان نصيحة لا طبعا أن يوقف الإنسان على وجوه البر أفضل. خاصة الذي عنده خير يعني سيبقى لذريته، الله سبحانه وتعالى تكفل بالذرية وقسم حقوق الورثة ولم يتركه يعني حتى جاء تفصيله في القرآن تاما، لكن بعضهم يتخوف على ذريته، هذا من ضعف التوكل. وهنا يأتي القدح في التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأنا يعني أخر هذه الخطوات والخوف أخر كثير من الناس. صحيح. حتى مرت عليه حياة ولم يوقف. تصور يا دكتور تصور يا دكتور أن بعض الناس أخر رأفة بأولاده. توفي لم يرأف به أولاده. صحيح. فينفذون له وقفة أو وصيته. صحيح. يعني أحد دكتور كان يعني كان في فرق بين الوقف وبين الوصية، ونبين للمشاهد الوقف حال الحياة منجز. أيوه. ويجوز أن يكون بما شاء الإنسان بما لا يضر ورثته. صحيح. لأن الفقهاء يسمون اللي يضر يسمونه وقف الجنة، وقد يشترط لنفسه من الوقف، وقد يشترط لنفسه ويحدد ما يريد ويبدأ ينفذ حال حياته. الوصية بعد الوفاة محددة بالثلث، يجوز الرجوع على اختيار الورثة، ويجوز الرجوع عنها. توصي اليوم وتهون بكرة يجوز. شيطان الوقف. الوقف لا يخرج من ذمتك من ملكيتك إلى ملك رب العالمين، وهذا المهم. أقول لك الواقف إذا لم ينتصر على نفسه يأخذ من حتى من ورثته، وهذا من يعني كثير من الناس كان يريد ثم توفي. يعني يحدثني أحد المشايخ عن أحد أهل الفضل والخير. أيوة. كان ينفق كثيرا، يقول كنت أقول له يا أبو فلان اجعل شيء أوقفه حتى إذا ذهبت يبقى لك شيء. صحيح.
قال لا يعني هذا أننا ننفق وإن شاء الله الأولاد ما يقصرون. يقول توفي فجئت لأولاده في العزاء عزيتهم وقلت لهم ترى والدكم كان يفعل كذا وكذا في وقت العزاء وكان يعني هذا المسجد أو هذا العين كان ينفق عليها يرعاها. فقالوا أبونا هم في وقت العزاء قالوا أبونا لو كان يريد أن يوقف أوقف حال حياته. صحيح. أحوال أو وقائع أخرى ومرت على يعني وقفت عليها أيضا يعني الأولاد كانوا يعني أيضا وافين وبارين بوالدهم. يعني أحد الورثة يحدثني يقول لما توفي الوالد في أيام العزاء يقول انتهى يعني استغلت الفرصة. طبعا عنده أكثر من زوجة والأولاد كثير فيقول فجمعتهم في أيام العزاء الأولى يعني اليوم الأول أو الثاني وكذا. فقال لهم تعرفون الوالد كان مرة معي مرة معك فلان ومرة كان يحدثنا تذكرون في أني ودي العمارة الفلانية أو العقار الفلاني أوقفها تذكرون هذا. فكانوا نعم وفي حال حزن وكذا قاموا ثبتها عليهم وكتبها وأثبتها في القضاء فثبتت. طبعا هي الحقيقة من ناحية شرعية هي صدقة. شوف دكتور هي صدقة من الورثة على والدهم. صحيح. ليست وقف من لكن أيضا لكن يعني أنفذوا بعض الوقائع الورثة لم ينفذوا هذه الوصية. طبعا أنت إذا ما انتصرت على ذاتك كما ذكرنا في الحلقة الماضية ما انتصرت على ذاتك ما تلوم غيرك أنه ما ينتصر. دكتور بعضهم يقف على ذريته، هل من نصائح هنا؟ هل يقف على البطن الأول على أولاد البنات أو أولاد البنين؟ والله الوقف على الذرية باب من أبواب يعني في ظاهره الخير لكنه قد يخفي قد يخفي يعني كثير من الإشكالات وكثير من أنا أسميها وأذكرها لبعض الواقفين أقول أنت الآن تزرع قنابل قد تنفجر بعد 10 سنين قد كذا قد تؤثر على علاقات ذريتك وبعضها يعني في حال حياته. لا بس ما ودنا نخوف الناس من الوقف يعني هو لازم يقول لازم يضبط الصياغة لازم يضبط. أول شيء أنت عندك خير وخير كثير أوقف شيء لله حتى هذا اللي بيبقى لك. صحيح. ذريتك الذي رزقك سيرزقهم سبحانه وتعالى إذا كان من تعلق بالله سبحانه وتعالى. فما ينبغي للإنسان يقول وبعدين وذريتي لا لا لا, لا. لكن شيخ عبد الرحمن أليست بعض الوقف الذري كان سبب في حفاظ الذرية في بعد ذلك بمعنى ضيعوا تركتهم ولم يبقى لهم إلا هذا الوقف؟ هذا صحيح. أنا أقول لك إذا عندك خير فتوقف شيء لوجه البر وتوقف شيء للذرية لكن أفصل بينهم أفصل بينهم لا تجعل الوقف هذه العين أو هذه الأعيان ثلثها للذرية وثلثها للخير. هنا تدخل لا لا أفصلها فصلا تاما واضحا. طيب أقف على من؟ على أولادي؟ لكن مثلا الإنسان لا والله ما عنده إلا عين واحدة. طيب هو أولاده أولى من يعني وجوه البر ماشي توقف على الذرية. فالحالة الأولى أقول من عنده خير فالذرية يعني طبعا لا يمكننا يا دكتور لا يمكننا نتحدث بكل طبعا. لكن يعني ينبغي للإنسان أن يستشير يستشير قاضي طالب علم جهة متخصصة ممارس. صحيح. الآن الحمد لله مدونة الممارسات في وسائل التواصل الحديث. دكتور أنا أعلم أن الوثيقة هذه تحتاج إلى حلقات لكن أنتم في مركز استثمار المستقبل تقدمون هذه الخدمة. هل يمكن من خلال الموقع أن يدخل المشاهد الكريم إلى الآن ويراجع الوثيقة ويطلع عليها ويعدل فيها كما يشاء؟ هذه خدمة الحقيقة الهيئة الاستشارية بالمركز في اجتماعها العام الماضي في شعبان العام الماضي كان من توصياتها إتاحة الوثائق الوقفية داخل الموقع. يستطيع أن يدخل على الموقع؟ ممكن الآن هذا المشاهد. نعم عندنا أوقاف ووصايا ممكن أن يدخل على الأوقاف. ممتاز. فيريد وقف خيري أو ذري أو مشترك خلينا نختار الخيري. خيري هنا أنواع عقار مساهمة. ممتاز. نريد مساهمة مثلا واقف ذكر ولا أنثى. أيوة. الواقف مثلا ذكر مجلس نظارة ولا ناظر واحد. هو ناظر واحد مثلا الآن هنا الآن تحميل الملف تأتي الوثيقة الصيغة. أيوة. طبعا الصيغة هي ليست بصفة كاملة 100% الآن أمامك لكن الجهة الاستشارية في المركز والإدارة المتخصصة جعلت مجموعة من النصائح والتوجيهات في بداية الوثيقة ثم بعد ذلك تأتي الصيغة. أنت ممتاز. بالإمكان أن تأخذ هذه الصيغة ممتاز. وتسترشد بها استرشادا. أنا أظن من خلال الممارسة ويعني بعض الخبرة أن ما يوجد من الوثائق سواء هنا أو ما أتاحه كثير من المراكز أنها إن شاء الله تؤدي إلى 70-80% ممتاز. تحتاج بعد ذلك إلى مراجعة إلى المستشار ويعني تقوم. طيب. ما بقي دكتور عبد الرحمن من القضايا المهمة في الأوقاف ويقول الآن أنا كتبت الوثيقة وعدلتها واستشرت بعض القضاة وبعض المحامين لكن هل الأفضل أني أوثقها وأشهد عليها وخليها عندي في المنزل ولا أوثقها رسميا؟ وهنا يتخوفون يقول لو وثقتها رسميا بيطلعون الورثة كمثال ممكن الدولة تستولي عليها. نحتاج أن نجلي الصورة هنا. هو الحقيقة هذا يعني ثاني
الهواجس التي تراود الواقفين. أنا قلت لك في البداية الجانب القانوني والنظامي صحيح. والجانب هل ستستولي عليها الدولة هل هذا حقيقة من التقوى. يعني أنا أكلمك عن تجربة يعني نحن أنا وأنت خلال العقدين التي عشناها لم نرى ولم نعرف أن الدولة يعني جاءت إلى وقف أموره طيبة صحيح. ومنتظم واستولت صحيح. عليها أبدا يعني إلا أوقاف ضائعة. هذا من الولاية ولاية صحيح. الدولة ولي الأمر له الولاية في الوقف المتعطل وهذا أفضل ما يتعطل يليه الحاكم اللي طبعا يمثلها القاضي. فأنت سأل الله يسلمك تقول هل وثق ولا ما وثق هل يوثق هذا السؤال. شوف التوثيق له مراحل أو درجات طيب. فأول درجة من درجات التوثيق أن يكتب الإنسان أنا ببدأ من الدرجة الأضعف والأقل ممتاز. أن يكتب الإنسان على نفسه كتابة أيوه. ويوقع عليها هذه الحقيقة شرعا ونظاما تثبت بعد إثباتات وبعد ممتاز. خاصة إذا لم يكن هناك منازع لكن والله وضح عليها بصمة الإنسان أو توقيعه أو ختمه فهذا نظاما وقبل ذلك شرعا يثبت لكنها درجة من الدرجات طيب. الضعيفة لأن فيها مجال المنازعة وفيها مجال أحد آخر يخرج وثيقة أخرى صحيح. الدرجة الثانية لا والله يكتب على نفسه ثم يشهد عليها وهذا درجة أعلى خاصة إذا كان الشهود من الورثة من الذرية أو أشهدهم كلهم صحيح. ومن خارج الذرية هذه صحيح. درجة أجود طيب. في درجة أعلى شوي ممكن أني أشهد الورثة والإخوان الأقارب الكذا ثم أيضا أثبتها عند جهة من الجهات كمكاتب المحاماة كالمستشارين القانونيين كمراكز الدراسات الوقفية التي انتشرت عندهم يعني هذا أقوى طيب. طبعا أقوى من الأولى ومن الثانية لكن الرابعة. أقوى من ذلك كله أن تثبت المحكمة طبعا ممكن تسأل تقول وش الأحسن هي الحقيقة تختلف من حال إلى حال كل المزايا والسلبيات الحالة الأولى لا ننصح بها الحالة الثانية لا ننصح بها لازم أن تثبت إثباتا قويا يشهد عليه شهود وتختم لكن لا يمنع مثلا واحد يريد أن يوقف ما يمنع أنه يبدأ بسرعة أنا الحين أنا وياك نتحدث وعزمت على أني أوقف الحين يسوي وجه تكتبها وكذا ووقفت لوجه ولو رجع الشيطان بعدين ما عاد ينفع خلاص هي ثبتت لو الإنسان قبض الله روحه صحيح. في ليلته صحيح يعني كثير من الناس خرج من بيتي ولم يعد فخلاص يكون على الأقل أثبت شيء ثم يعني تتذهب بعضهم يقول أوقف ومات بعد 10 ساعات هذه مرت علينا في المركز في أحد المستشارين عندكم أي نعم أحد القضاة اللي يعمل معنا في المركز أو المستشار هو مرت به الحادثة أحد الواقفين أيوة. هو كان القاضي يقول مو من عادتي يروح للناس في بيوتهم لكن يلزم أحد الناس قال له في مريض تأتي له وكذا فيقول جئته البيت وإذا به مريض والرجل يريد أن يوصي أيوة. وسيسافر غدا إلى خارج المملكة للعلاج صحيح طيب. فيقول نصحته وقلت ليش تخليها وصية وليش تخلي سراجك خلفك ليش ما تخليها يعني نورك أمامك ليش ما تخليها وقف قال والله زين قال الرجل وكان موفق القاضي تعال خلنا نكتب الآن فكتب ورقة بسم الله الحمد لله أنا فلان وأشهد الأولاد بكرة بيسافر خرج يقول القاضي خرجت من عنده أنتظرهم السبت الأحد الدوام حتى يأتون للتوثيق ما جاءوا فالوصي تكلمني بعد أيام قال وين صاح أصحابك قالت ما دريت شيء قال وش هو قال أنت خرجت من هنا بعد 10 ساعات توفي لا إله إلا الله توفي وقد ثبت في طبعا هو القاضي أيضا موفق يقول رجعت للذريتي ليعزيهم وقلت لهم كذا وهنيئا لكم وما شاء الله عليكم هذه اللي كتبتوها ذيك الليلة ولا لا تعالوا في المحكمة وثق فجاءوا وثقوها ممتاز. العجيب في هذه القصة والجميل فيها وهذا اللي يمكن يعجبنا كثيرا يعني نشره أن هذا الوقف هو كان قيمته قرابة 10 مليون أن هذا الوقف أنشئ منه أوقاف بسبب القصة إلى اليوم لما سمع الناس بهذه الحادثة قاضي آخر يحدث عن القصة هذه يقول إمام مسجد هو القاضي إمام مسجد فقص القصة على جماعة المسجد فيقول بعد يومين ثلاثة جاء أحد كبار السن قال يا شيخ عد علي القصة الأول عدها علي يقول عدتها عليه يقول يومين ثلاثة عود الشاي مرة ثانية يقول عد علي القصة مرة مرتين ثلاثة يقول آخر شيء قلت يا فلان ما تلاحظ أنك شوي يعني قال يا شيخ أنت ما تدري أنا في نزاع ومعركة مع النفس إذا سمعت منك القصة يعني تحمس وعزمت أني أوقف إخراج الفلوس ما هو سهل أي فإذا فكان أولاد الواقف الأول كانوا يقولون انشروا مثل القصة عشان أجرها يأتي لوالدنا وبالفعل وإن شاء الله أنه من متابعة هذه الحلقة إن شاء الله نستحث للأوقاف ولا سيما أنه على أبواب رمضان شيخ أنت قبل قليل فرقت بين الوقف وبين الوصية تمام في صورة أنا ودي أعرف رأيك فيها بعضهم يقول مثلا في وصيته وجعلت مثلا المال الفلاني وقفا هل يعتبر هنا وقف الوصية هنا طبعا إذا كان الرجل موجود يعني لا زال موجود هنا يعني لا توفي هذه عاد خلاص لازم نقرأ النص ما نقدر فتوى لازم يقرأ النص كاملا
وفي قرائن، وفي طبعا هو الفقهاء من يعني جمال الشريعة أنهم يقولون يرجع إلى مرادات ومقاصد الواقف. ممتاز. فالعبارات لها دلالات، كل عبارة لها دلالة. فلو قال مثلا مر علينا الأسبوع الماضي أحد الواقفين موجود لم يتوفى، طيب أوقف الثلث والثلث كان مليار، هو نص على هذا، قال أن الثلث يعادل مليار وأوقفته، ثم قال وهو وصية وصية وأوقفت وصية، يروح لا يعني ما يدري هو العبارة ويريد يثبتها في المحكمة، القاضي جزاه الله خير حال الموضوع للاستشارة. طيب بعض العبارات تدل على أنها وقف، لأنه قال من عباراته، طبعا هو موجود وإحنا ناقشنا وكتبنا له، قال لي النظارة حال حياتي على الأوقاف، الوصية ما فيها نظارة، فهو يدل على أن لا فيها يعني يسمي وصاية، مجلس وصاية ثم يكون نظارة، لكن قصدي حال حياتي أنا الناظر على الوقف، معناه أنه يريد إيش؟ وقف. الوقف صحيح. ثم بعد وهكذا، فيعني إذا كان موجود لازم يحرر العبارة. شيخ أنا قبل أختم الحلقة ونحن في النهاية، من خلال معايشتكم للناس في 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 قضية الوقف، هل نستطيع أن نصنفهم المقدم المتردد إذا في أصناف أخرى من خلال تجربة؟ نودنا المشاهد الكريم يحط نفسه في أحد هذه التجارب. والله هو يعني الناس كأسراب القطع كما يقال، الناس غالبا يتأثرون بمن حولهم، صحيح. غالبا يتأثرون بالنجاحات غالبا، وهذا الحقيقة يعني يدعونا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها. ونعلم بعض الأوقاف الموجودة أوقف بأسبابها أوقاف عظيمة جدا. مرة أحد الإخوة الكرام مستشارين داخل مداخلة في إذاعة وليس في قناة، في إذاعة هو يحدثني، المداخلة كانت دقيقة وكذا، أوقف عن طريق هذه المداخلة مجموعة من الأوقاف بكلام الناس. مرة أحد أيضا الناس المتخصصين نشر فكرة في وسائل التواصل وانتشرت في التغريدات أو غيرها، يعني كلمني بعض الأخوة قال أنا أعرف أسرة كاملة أوقفت، وآخر قال أنا أعرف مجموعة على هذه التغريدة فقط. انتشر في الآونة الأخيرة وشفناه في تويتر وكذا الموقع الوقف العائلي، إيش المقصود فيه؟ يعني هذه إحدى الصور الاشتراك يعني جماعة في وقف، يعني هي فكرة طرحها بعض الأخوة على أساس أنه يعني يجمع من الأسرة، الأسرة عددهم 10 لو 100 ريال شهريا يستقطع. هذا طبعا حل للناس اللي يقولوا أنا ودي أوقف لكن ما أستطيع. أيوة. هو للمشاركات اليسيرة، أسرة من الأسر في جروب، كانوا عفوا على كلمة جروب لكن مجموعة في الواتساب، طرحت عليهم الفكرة فقرروا جميعا المشاركة، وبدأوا فتحوا حساب خاص وبدأوا في الإيداع عليهم من حتى اكتمل مبلغ معين، وبعدين يعني قد يكون 100,000 أو 200 أو أكثر أو أقل، وبعض الناس اللي فتح الله عليهم قد يكون أكثر من ذلك، لكنها من الإعانة على الخير، وتعرف الناس تأثرهم ببعضهم، وهي الحقيقة صور كثيرة، يعني لن يعدم الخير من أراده. دكتور أنا في نهاية الحلقة تقدم لك بالشكر الجزيل، كنت وإياك في هذه الحلقة والحلقة الماضية في الحديث عن حماية الأوقاف وتوثيقها وصياغة وثيقة الوقف، ونحن على أبواب الشهر الفضيل إن شاء الله عز وجل لكل هذه الحلقات وهاتين الحلقتين أصداءها. شكرا جزيلا وجزاك الله عنا خيرا. وإياك، الله يسلمك ويجزاك خير، تقبل منا ومنك. آمين. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة، تحدثت مع ضيفي الكريم عن الأوقاف، وأؤكد على عبارة كنت قد أكدت عليها في هذا البرنامج في حلقات أخرى، أن الأثرياء لن يختصوا بالأوقاف، بل يحق لنا جميعا أن نوقف حتى لو 10 ريال، لو ريال، لو 100 ريال. يجب أن نفكر دائما كيف أن نكون أن نساهم مع الواقفين، وأن ندخر جزءا من أموالنا ونقدمها لآخرتنا بإذن الله عز وجل. ألتقيكم على خير الأسبوع القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.